water filling algorithm is an algorithm to make the best use of the available subcarriers through allocating the powers more efficiently. فده ينفع سواء انا بتكلم على الديسكريت مالتي تون او سواء انا بتكلم على الاو اف دي ام اي مالتي كارير موديليشن. الفكره نوت ان انا عايز اشوف الستيتس المختلفه بتاع السب كاريرز واكوردنج تو ساتش ستيتس هشوف هستعمل مين وهالوكيت فيه باور قد ايه. السيستم ثروبوت التوتال ثروبوت او الداتا ريت هو عباره عن سميشن للداتا ريتس على كل سب تشان. يبقى سميشن للوج 1 بلس الاس ان ار ديت على الان سب تشانلز. طيب هو ده الداتا ريت اللي احنا عايزين نعمل له اوبتمايزيشن. اولا الاوبتمايزيشن هنا ان انا احقق ماكسيمم داتا ريت، يبقى انا عايز اماكسمايز ده. طب ايه الحاجه اللي في ايديا اللي ممكن اغير فيها تو ماكسمايز؟ هي البي ان الباور اللي الوكيتد لكل سب كارير. طيب ايه الكونسترينت بتاع الباورز ديت؟ عندي الكونسترينت هو ان التوتال باور في كل سب كاريرز ما تعديش التوتال باور اللي افيلبل اللي انا عايز اعمل بيها سنجل ترانسميشن. يعني عايز اعمل سنجل ترانسميشن ب 1 وات، ماشي ال 1 وات دوت هقسمه على السب كاريرز ايه؟ بي 1 بتبقى قد ايه؟ بي 2 قد ايه؟ وبي 3 قد ايه؟ فانا عايز ادور على بي 1 وبي 2 وبي 3 اللي الاوبجيكتيف فانكشن ان انا اماكسمايز السم ريت التوتال داتا ريت، والكونسترينت اللي عندي ان التوتال باور ديت مجموعها ما يزيدش عن بي تي. يعني طبعا ايديالي انها تساوي بي تي. ان انا ناوي ابعت ب 1 وات خلاص استغل ال 1 وات دولت كلهم. تعالوا اما نشوف الاوبتمايزيشن بروبلم ديت تتحل ازاي. احنا اتفقنا ان احنا عايزين نماكسمايز السم ريت، والسم ريت هو عباره عن سميشن لار ان اللي هي لوج تو ذا بيس 2 1 بلس الاس ان ار على الاس ان ار ادجستمنت فاكتور. ماشي الاس ان ار ادجستمنت فاكتور هو جاما ان، والاس ان ار بتاعتي هي اتش ان سكويرد، ده اللي تشانل جين اللي انا هعمل له استيميشن ومتغير من سب تشانل الثانيه. بي ان دي الباور اللي انا بدور عليها اللي هعمل لها اساينمنت لكل سب كارير على سيجما ان سكويرد وليكن ديت النويز فارينس. وتاني احنا هنا واخدين الموست جينيريك كيسز ان اللي فيها البارامترز دي كلها بتختلف من سب تشانل للتاني. فده اللي احنا عايزين نعمل له ماكسمايزيشن. بس انا عندي كونديشن، هو انا طبعا لو انا عايز اعمل ماكسمايزيشن لدوت هعمل دريفاتيف ويز ريسبكت لبي ان واساوي بالزيرو واشوف البي ان بتساوي بكام. بس انا هنا انا عندي مالتيبل بارامترز اللي هم بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي لغايه عدد التشانلز بتاعي. وفي نفس الوقت عندي كونسترينت عليهم، فلازم اكومباين الكونسترينت دوت واحنا بنديفاين الاوبتمايزيشن بروبلم. فديت يعني بنكومباين ثرو ما يسمى يعني اللاجرانجيان فاكتور. فبقول هنا بلس فاكتور اللي هو بقى بنسميه لامدا ولا اللاجرانج فاكتور، وهنا بحط الكونسترينت بتاعي في صوره هوموجينيوس ايكويشن او في صوره ال one side of a homogeneous equation. هو كان ايه الكونسترينت؟ ان انا عايز ان summation ل pn يكون يساوي pt، يعني summation ل pn minus pt يكون بيساوي زيرو. فانا ادي الهوموجينيوس فورم اوف الكونسترينت بتاعي وهاخد دوت، هو دوت اللي احطه جوه السبجكت كونديشن دوت. يبقى انا عندي summation ل pn minus pt. طبعا هي ما تفرقش خدته summation pn minus pt او العكس، ماشي؟ هنشوف ان احنا غالبا هنحتاج ان احنا ناخده العكس يعني، بس ما تفرقش معانا في حاجه. اكشلي لو انا هاخده العكس يبقى كان اللامدا بتاعتي بقت لامدا داش بتساوي نيجاتيف لامدا، فده بارامتر يعني ده جاست فور الاوبتمايزيشن ستيبس يعني، لكن ما يفرقش معايا في حاجه. طيب يبقى هو دوت كده ال المتريك اللي انا محتاج اعمل له دريفاتيف ويز ريسبكت للبارامترز بتاعتي واساويه بالزيرو. انا هنا عندي في الاوبتمايزيشن بروبلم ديت كان ما انون، عندي البي انز كلهم، فانا عندي بي ان وير ان من 1 لغايه كابيتال ان، وليكن انا عندي كابيتال ان سب
channels، وعندي كمان اللامدا is a parameter، صح؟ فيبقى طبيعي ان انا عايز capital N plus 1 equations يقولي من capital N plus 1 derivatives، منهم capital N derivatives with respect to Bn، يعني انا محتاج ال derivative، تعالوا ما نسمي دوت بقى capital L بالنسبة ل Bn وساوي بالزيرو، والإكويشن رقم N plus 1 هي ال derivative بالنسبة لللامدا يساوي زيرو. طبعا الأخيرة ديت اللي هي تديني subject condition، ازاي؟ لو انا هدرايف الكابيتال ال بالنسبه للامدا اوريدي الكلام ده كله مش فانكشن في لامدا، فالدريفيتيف بتاعه بزيرو. مين اللي فانكشن في لامدا؟ الترم الثاني الدريفيتيف بتاعه هو اللي بين القوسين، فيبقى انا اكن عندي سميشن بي ان ماينس بي تي يساوي زيرو. اوكي، فهو ده الكونسترينت يعني بتاعي ان فعلا دوت متحقق. فعشان يعني this is how او this is why we formed الكابيتال ال بتاعي بالمنظر دوت. ماشي، يبقى دي equation ايه؟ تحصيل حاصل. مهمة بس تحصيل حاصل لأنها already هو requirement أنا اللي حطيته في الـ optimization metric الـ capital L. تعالوا بقى أما ندrive أو نحسب الـ derivative with respect لـ Pn. أولاً الـ term الأولاني دوت هو فعلياً عبارة عن كام term؟ هو ده summation لـ capital N terms، صح؟ انا هدرايف with respect ال bn، يعني عشان ما نتلخبطش تعالوا ما نأسيوم ان انا هدرايف الاول بالنسبة ل p1. ماشي، الترم الاولاني summation ده فيه capital N terms، منهم واحد بس هو اللي function في p1، صح؟ فالدريفاتيف بتاعه هو عبارة عن ايه؟ اولا دي يعني اكن هجيب الدريفاتيف ال n minus 1 terms اللي ما فيهمش p1 الدريفيتيف بتاعهم بزيرو، يبقى كان عايز ادرايف with respect ال p1 الترم ده اللي هو log to the base 2 1 plus 1 على جاما 1 في h1 squared في p1 على سيجما 1 squared زائد لامدا. برضو هنا السميشن دوت فيه كام ترم؟ كابيتال n terms ما فيهمش غير واحد بس اللي فيه b1، فيبقى اكنها لامدا p1. يبقى انا عايز ادرايف الترم دوت بالنسبه ل p1 واساويه بالزيرو. طيب هساوي الكلام ده بالزيرو، الدريفيتيف بتاع الترم دوت يديني بلس لامدا، صح؟ الدريفيتيف بتاع الترم الاولاني ده لوجاريثميك فانكشن، الدريفيتيف بتاعها بيبقى واحد على اللي جوه، صح؟ يعني لو انا اعتبرت ان دوت لين اكس يبقى الدريفيتيف بتاعها واحد على اكس تايمز الدريفيتيف بتاع الاكس ده لو موجود، وبما ان ديت مش لين دي لوج 2 فيبقى في كونستانت كده اهوت، يعني اللي هو الفرق ما بين الدريفيتيف اللي هو يبقى واحد على لين 2 يعني. ماشي، ما يهمنيش قيمته بكام، وهتشوفوا ان ما يفرقش قيمته بكام. فانا هعتبر ان انا عندي كونستانت وليكن هسميه سي 1، ده اللي جاي من ان انا بدرايف لوج تو ذا بيس 2 مش لين. طيب بعدين الترم ده الدريفيتيف بتاعه واحد على اتسلف سكويرد، فيبقى سوري واحد على اتسلف، مش كده؟ فيبقى واحد على 1 بلس واحد على جاما 1 اتش 1 سكويرد بي 1 على سيجما 1 سكويرد تايمز بقى اتس دريفيتيف، فاتس دريفيتيف ال1 الدريفيتيف بتاعها بزيرو، والترم اللي بعد كده هو كونستانت في بي 1، يبقى الدريفيتيف هو الكونستانت دوت. يبقى نكتبها هنا اهوت 1 على جاما 1 في اتش 1 سكويرد على سيجما 1 سكويرد، يبقى الكلام ده كله بلس اللامدا يساوي زيرو. ماشي، تعالوا عشان بس الايكويشن تبقى سهله، الترم ده هضرب فوق وتحت في جاما 1 سيجما 1 سكويرد، فيبقى اكن دي تروح ودي تروح دي تروح ودي تروح، مش هتروح يعني طبعا، انا مجرد بس انا هضرب في جاما 1 سيجما 1 سكويرد، فيبقى الترم دوت يتعدل ويبقى بدل ال1 تبقى جاما 1 سيجما 1 سكويرد. طيب وبالمره بقى هقسم على اتش 1 سكويرد كمان، يبقى ده يبقى 1
الترم اللي تحت ده يتقسم على H1 squared، وده لما يتقسم على H1 squared يتبقى لي plus B1. يبقى أنا عندي هنا في الإيكويشن ديت اللامدا is a constant، صح؟ ده اللي أنا I introduced the note ف it is a constant، ممكن أوديه الناحية التانية، صح؟ يبقى بدل ما دي بتساوي 0 يبقى كأن الكلام دوت يساوي نيجاتيف لامدا، ماشي. الكونستنت لو شلته وحطيت بداله نيجاتيف نفس الكونستنت في الاخر هو كونستنت، فيبقى اكن النيجاتيف دي ممكن اشيلها. دي اللي انا قلت لكم من شويه كان ممكن اوريدي ده من الاول احطه بي توتال ماينس سميشن لبي ان، يعني ما تفرقش حاجه. طيب الكونستنت سي 1 ده كونستنت، تعالوا اما نقسم الطرفين عليه يبقى ده بقى كونستنت جديد، كونستنت 2 مثلا، ماشي. وبعدين ده بدل ما هي واحد على هعمل له ريسيبروكال، صح؟ فيبقى عامل كده اهو بيساوي واحد على سي 2 اللي هسميه سي 3، ادي ده كونستنت ثالث. يديني الايكويشن دي، هل الايكويشن دي هيختلف لو انا عملت ديريفاتيف بقى بالنسبه لبي 2 او بي 3 او بي 4؟ هو هو، صح؟ هتبقى نفس الايكويشن، بس الفرق ان دي تبقى جاما 2 ودي سيجما 2 ودي اتش 2، لكن الكونستنت از ذا سيم، لان الكونستنت كان كونستنت اللي هو لامدا ده مش بيختلف على حسب السمول ان، وكونستنت اللي هو جاي من بدل ما انا بدرايف لين بدرايف لوك 2 فده، وبعدين ان انا بعمل ريسيبريكال فبرضه ما يختلفش. فيديني السولوشن كلهم في الصوره ديت، ان بي ان زائد جاما ان في سيجما سكويرد ان على اتش ان تكون بتساوي كونستنت. فيبقى هو دوت الحل بتاع الاوبتمايزيشن بروبلم. يبقى معنى كده ان انا عايز بي 1 زائد جاما 1، تعالوا للسهوله بقى يعني عشان ما نتوهش، تعالوا ما نأسيوم ان الجاما اللي هو الاس ان ار ادجستمنت فاكتور ثابت على كل التشانلز، وان النويز باور ثابت على كل التشانلز، فيبقى الجاما ان والسيجما ان سكوير دولت ثابتين، ماشي؟ فانا هسميهم بس جاما سيجما سكويرد على اتش 1 سكويرد، ده بيساوي كونستنت، صح؟ وزيه بي 2 زائد جاما سيجما سكويرد على اتش 2 سكويرد بتساوي نفس الكونستنت، وهكذا لل 3 وال 4 وال 5. تعالوا بقى اما نشوف الفكره هنا، كل ما ال H تكبر، أو خليها العكس، كل ما ال H تقل كل ما التشانل تبقى أسوأ، يعني الجين بتاعها يبقى أقل، كل ما ال H دي تقل يبقى أنا مفروض ال B يحصل فيها إيه عشان تخلي دايما الترمز ديت شبه بعض؟ ما هو لما ال H تقل يبقى الترم ده كله زاد، فعشان يكون بيساوي كونستانت لازم الترم اللي هضيف عليه يبقى قليل، يبقى كل ما ال H تقل كل ما ال B كمان تقل، عشان يفضل دايما ال P زائد الجاما سيجما سكويرد على ال H سكويرد يفضل دايما بيساوي كونستنت. طيب كده عرفنا ان الباور كل ما ال H تزيد كل ما احط باور اعلى، وكل ما ال H تقل احط باور اقل. طب بس قيمتها كام؟ ما انا لسه انا الكونستنت ده مش عارف لغايه دلوقتي، انا ما جبتش الكونستنت ده بيساوي كام. هو يعني كان في ترم احنا عارفينه اللي هو الديريفاتيف بتاع اللوج تو ذا بيس 2 يعني، بس عندي البارامتر اللي باقي اللامدا، واللامدا ما جاتليش من الايكويشن الاخيره، يعني لما انا عملت ديريفاتيف لكابيتال ال with respect اللامدا اداني نفس الكونسترينت كونديشن ان سميشن بي ان يساوي بي توتال، فاللامدا نفسها مش عارف قيمتها بكام، بس اكشولي هي الايكويشن الاخيره دي اللي هي الايكويشن رقم كابيتال ان بلس 1 هي اللي تخليني احل البروبلم. تعالوا اما نشوف نكتب دي بفورم ثانيه، لو انا كتبتها في صوره ان بي ان بتساوي كونستانت ماينس جاما سيجما سكويرد على اتش ان سكويرد، يبقى انا عندي بي 1 بالفورم دي، بي 2 بالفورم دي، لغايه بي كابيتال ان بالفورم ديت، مش انا عارف بقى ان سميشن للبي ان
لازم يساوي بي توتال صح؟ طيب ما هو سميشن بي ان هيساوي كونستانت ماينس الترم دوت بس في ان ب1 زائد كونستانت نفس الكونستانت ماينس الترم دوت بس الان فيه ب2 يعني هيبقى عندي اكن الكونستانت دوت متكرر كابيتال ان تايمز ماينس شويه حاجات انا عارفهم كلهم خلاص يبقى الايكويشن دي تطلع منها ايه الكونستانت بقت ايكويشن بي توتال بيساوي كابيتال ان في الكونستانت زائد جاما سيجما سكويرد على اتش 1 سكويرد زائد نفس الكلام بس اتش 2 سكويرد كلها حاجات انا عارفها ما عدا الكونستانت يبقى اطلع منها الكونستانت و بعد ما اجيب الكونستانت ارجع بقى اعوض في كل ايكويشن من دولت عشان اجيب البي ان. طبعا اللفه ديت طويله شويه. الووتر فيلنج الجوريزم بقى يحل لي الموضوع دوت بطريقه اسهل وسيستماتيك من غير ما اضطر احلها كايكويشنز، يعني ماثيماتيكلي اقدر احل السيستم اوف الايكويشنز دوت. عندي توتال ان بلس 1 ايكويشنز منهم ان كابيتال ان بالفورم ديت والرقم ان بلس 1 اللي هي سميشن للبي ان بيساوي بي توتال، فاقدر احلها بالايكويشنز. لو انا عندي 3 4 شانلز ماشي يبقى عندي 4 5 ايكويشنز اقدر احلهم، لكن لو عندي 250 سب كارير مش هقعد احل 251 ايكويشن. فالووتر فيلنج الجوريزم يخليني اقدر احل الموضوع دوت بطريقه ستريت فورورد. الووتر فيلنج الجوريزم بقى بيتم ازاي؟ الخطوات بتاعته سيمبلي كالاتي. انا ابتدي ان انا عندي شويه سب شانلز كل واحده ليها جين معين. زي ما احنا شايفين ادي الاتش زهيت مختلفين. طيب انا هنا الايكويشن بتاعتي فيها اتش سكويرد، طيب يبقى انا عايز ارسم الكلام دوت، ارسم الاتش سكويرد للسب كاريرز دول. تعالوا اما ناخد مثال، تعالوا اما نفترض ان دي ب1 دي بنص دي بتلت هنا ده بربع. طيب اول خطوه عايز اعملها ان انا اجيب الاتش سكويرد لان الاتش سكويرد هي اللي في الايكويشن ماشي. طيب بما ان انا بحل مثال بالارقام تعالوا اما نعتبر انه الاتش سكويرد بعد ما يعني بعد ما عملت سكويرد بقت هي الارقام دي ماشي، بدل ما يعني ما يبقى 1 على 16 و1 على 4 و1 على 9 يعني ماشي. طيب انا عندي الايكويشن ديت بتقول لي ان بي ان زائد جاما ان في سيجما ان سكويرد. تعالوا برضو للسهوله يعني عشان نكابتشر الكونسبت تاني ناسيوم ان جاما ان وسيجما ان دولت ثابتين لكل التشانلز فهم الاثنين على بعض بكونستنت. وليكن تعالوا اما نفترض الكونستنت دوت فور ناو ب 1 ماشي يبقى تكملتها على اتش سكويرد. طيب بدل ما هي حاجه في واحد على اتش سكويرد تعالوا اما نسميها جي ان، وير جي ان ديت هي عباره عن واحد على اتش سكويرد. فبقت الايكويشن هي عباره عن بي ان زائد جي ان بيساوي كونستانت. طيب تعالوا اما نرسم الجي ان كده اهوت. انا عندي اربعه سب شانلز، اول واحده كانت الاتش سكويرد بتاعتها ب 1 تبقى الجي ان 1 على 1 ب 1 ماشي. اللي بعدها كانت الاتش سكويرد بربع يبقى الجي ان بتاعتها ب 4 تبقى اكبر شويه كده ماشي. اللي بعدها بنص يبقى جي ان بتاعتها ب 2 تبقى عامله كده، واللي بعدها بتلت يبقى الجي ان بتاعتها ب 3 تبقى عامله كده. يبقى هنا اللي انا رسمه ده جي ان اللي هو بيساوي 1 على اتش ان سكويرد. مش انا عايز بقى يعني دي كده جي 1 جي 2 جي 3 جي 4، انا عايز g1 بلس b1 يساوي g2 بلس b2 يساوي g3 بلس b3 بيساوي g4 بلس b4. زي ما قلت لكم باي ايكويشنز ممكن اكتبهم كده يعني برضو عشان نبقى فاهمين الحل اناليتيكلي ممكن يجي ازاي، ان b1 بلس g1 يساوي كونستانت و b2 زائد g2 يساوي كونستانت و b3 زائد g3 يساوي كونستانت و b4 زائد g4 يساوي كونستانت. طب لو جمعت الايكويشنز دي كلها يديني ايه؟ سم b1 زائد b2 زائد b3 زائد b4 اللي هو b total زائد g1 زائد g2 زائد g3 زائد g4 يساوي 4c.
مش انا عارف بي توتال وعارف جي 1 وجي 2 وجي 3 وجي 4، يبقى اقرب اعرف اجيب السي. بعد ما اجيب السي اعوض هنا الانون الوحيد بي 1، اعوض هنا الانون الوحيد بي 2. فده حل الايكويشنز. انا بقى عايز احل من غير ايكويشنز، بس الفكره از ستيل ذا سيم، ان البي زائد الجي بتساوي كونستنت. طيب تعالوا لو انا تخيلوا كده، لو انا حطيت شويه باور هنا كده، هل هنا دلوقتي جي 1 زائد البي 1 ديت بتساوي جي 2 زائد بي 2؟ لسه صح. يعني لو تعالوا بس عشان يبقى عندنا سبيس نوسع الدنيا هنا، لو انا عندي باور كبيره يبقى انا وكأن انا عايز احط شويه باور هنا، ويبقى الباور اللي احطها في التشانل اللي بعدها زائد الجي نفسها لازم توصل لنفس الليفل ده، يبقى كأنه برضو تقف هنا، والباور اللي احطها هنا تبقى توصل للليفل دوت، والباور اللي احطها هنا توصل للليفل دوت. لو عرفت احقق دوت خلاص بقت دي بي 1 زائد جي 1 بيساوي كونستنت، وهنا بي 2 زائد جي 2 بيساوي كونستنت. طيب هعمل ايه البروسيدر بقى عشان اعمل دوت؟ فكره الووتر فيلنج، وكان انا هصب الباور بتاعتي زي ما بصب الووتر كده دوت في الليفلز دي، وانا بصب ميه من فوق هنا اهوت، هتروح فين الميه ديت؟ هتروح في اقل ليفل صح؟ فهتفضل الباور عماله تزيد هنا تزيد هنا تزيد هنا. طيب لما احط باور تاني او ميه تاني هتبتدي تروح فين؟ بقى في مكانين بنفس الليفل، يبقى هتيجي هتروح هنا وتروح هنا، تروح هنا وتروح هنا، تروح هنا وتروح هنا. امتى يبتدي جي 4 يبقى في باور الوكيتد ليها؟ لما اوصل هنا للليفل دوت. طب لو انا كده خلصت التوتال باور بتاعتي، البي توتال بتاعتي خلاص وصلت للفاليو بتاعتها، خلاص يبقى معنى كده ان الحبه دولت بي 1 والحبه دولت بي 2، ويبقى بي 2 وبي 4 بكام؟ بصفار. طيب عشان تبان تعالوا اما نحلها بمثال ارقام. احنا الليفلز ديت ده كان 1 2 3 وده 4. تعالوا ما نقسيهم الاول ان البي توتال بتاعتي كانت بتساوي 10 واتس. ماشي، اول ما ابتدي احط الباور فين اقل ليفل؟ خلي بالنا ان هنا اقل ليفل اللي هو اعلى اتش، ماشي، عشان اعمل الجي الريسيبروكال بتاع الاتش سكوير. فاحط الباور، طيب احط الباور قد ايه؟ يعني امتى اوصل للليفل ده اللي هو مع الجي 2؟ لما اكون حطيت هنا توتال باور قد ايه؟ ب 1. ماشي، يبقى انا لسه فاضل لي 9 يونتس 9 واتس. ماشي، لما ابتدي الوكيت المره دي الالوكيشن هيجي هنا ويجي هنا ويجي هنا ويجي هنا. ماشي، امتى اوصل للليفل ده؟ هكون انا هنا حطيت 1 كمان وهنا 1 كمان، يبقى التوتال باور اللي الوكيتد لغايه دلوقتي 3. هل لسه عندي باور زياده؟ اه. تعالى الباور الزياده ديت هتروح المره دي فين؟ في 3 تشانلز. فانا هحط حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا. تعالوا ما نتخيل يعني الاول بس كده، لو البي توتال بتاعتي كانت ب 6 واتس، يبقى انا هحط هنا 1 وهحط هنا 1 وهحط هنا 1، بقى التوتال 6. هل لا فاضل اي باور تعمل لها اللوكيشن؟ لا. في الحلقه دي مين التشانل اللي ما خدتش اي حاجه؟ تشانل 2 صح؟ اللي هو باين من هنا ان تشانل 2 دي اسوأ تشانل، فلو انا عندي الباور ليميتد يبقى ما تحطش فيها باور اساسا. طب نرجع نكمل المثال اللي كان 10. ها كده انا وصلت لغايه الليفلز ديت ب 6 واتس، يبقى الاربعه الباقيين هيتوزعوا بقى بالتساوي صح؟ فلما يتوزعوا بالتساوي هيبقى عندي هنا 1 زياده وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1. يبقى بي 1 بقى كده خدت قد ايه؟ ادي 1 2 3 4 خدت 4 واتس، وبي 2 خدت اونلي 1 وات، بي 3 3 واتس، وبي 4 ب 2 واتس. اذا دبل تشيك مجموعهم ب 10؟ اه طبعا مجموعهم ال 10 وات. اذا انذر دبل تشيك، هل بي 1 زائد جي 1 بتساوي بي 2 زائد جي 2 بتساوي بي 3 زائد جي 3؟ اه. انا 1 زائد 4 ب 5، وهنا 4 زائد 1 ب 5، كلهم ببعض بيساوي بعض. طب لو انا كنت حليت بالايكويشنز كان هيبقى عندي 10 زائد 10 ديت اللي هي بي توتال،
زائد جي 1 بلس جي 2 بلس جي 3 بلس جي 4 اللي هي كانت كام؟ 1 و4 5 و2 7 و3 10 يبقى زائد 10 بيساوي 4 كونستنت. يبقى الكونستنت بتاعي كان بيساوي كام؟ 20 على 4 اللي هي بيساوي 5. ارجع اعوض في الايكويشن ديت بي 1 زائد 1 بيساوي 5 يبقى البي 1 بكام؟ ب 4 واط. بي 2 زائد 4 اللي هي جي 2 تساوي 5 يبقى البي 2 بكام؟ ب 1 واط. فيبقى سواء حليت بالايكويشنز او حليت بالووتر فيلنج يديني نفس النتيجه. بس تاني الايكويشنز سهله لو انا عندي عدد محدد من ال او عدد reasonably solvable من الشانلز، لكن الووتر فيلنج اتس ا بروجرامبل الجوريزم اللي هو خد الباور زودها في الشانل لغايه اما تلاقي الشانل الجي بتاعتها وصلت لجي بلس الباور، وبعدين ابتدي الباور اللي بعد كده وزعها بالتساوي.